سوري يا جماعه، معلش اللي انا يعني هنخش الموضوع على طول. معلش ان انا بقالي كتير ما نزلش فيديوهات على اليوتيوب وكده، وده بسبب ان انا عندي يعني ان شاء الله يعني عندي امتحانات، وان شاء الله بعد ما اخلص الامتحانات دي انا مجهز لكم تحديات رهيبه. والنهارده ان شاء الله هينزل تحدي العارضه في وتحدي البلانتيات، هينزل النهارده ان شاء الله او بكره، يعني احب اقول لكم كده بعد المنتجه وكده. فمعلش بقى اللي انا بقالي كتير ما نزلش فيديوهات، واسف جدا، وشكرا على على 30 مشترك. و يعني بحب اقول لكل الناس اللي بيتابعوني ان شاء الله انا هستمر وعمري ما هوقف ابدا. ومعلش عشان بس بقالي كتير، وبرده بعتذر لكم تاني عشان يعني بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات وكده. وده فيديو قصير بس كده عشان اوضح لكم ان انا عندي امتحانات وكده، وعامل تحديات كتير قوي، وعامل عقوبات خطيره في التحديات اللي انا قلت لكم عليها. فان شاء الله كنا وصلنا لنهاية الفيديو، وبرضه بشكركم تاني على 30 مشترك. كده وصلنا لنهاية الفيديو، رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.